ورجعنا معكم مشاهدينا، اكيد لنكمل يعني ما تبقى من فقراتنا لليوم بيوم جديد. دائما بنحب انه نسلط الاضواء على المبادرات، على الانجازات، على الافكار الرياديه وكل ما يتعلق بافراد المجتمع، لحتى طبعا الكل يكون متعاون مع بعض، ما نحس انه يوم من الايام في حدا محتاج، في حدا يعني نفسه بشيء. اليوم كمان نحن بموسم الشتاء، المفروض فعليا انه كل واحد فينا يفكر بغيره قبل ما يفكر بنفسه. كرمال هيك وعشان هيك طبعا اليوم عندنا مبادرة فكر بغيرك، هي عبارة عن مبادرة يعني أسسوها مجموعة من الطلاب بالجامعة الأردنية. للحديث أكثر عن هاي المبادرة طبعا بدي أرحب بالشباب والصبايا الموجودين معي اليوم، أميرة ميرا عزام، وأنت أميرة فعلا الله يسعدك حبيبتي، ومحمد مطر منسق هاي المبادرة، أهلا وسهلا فيك. رح أبلش مع ميرا، يعني ليديز فيرست زي ما بيقولوا، وإلك طبعا الحديث. تعطيني فكرة شوي عن المبادرة، وأصلا أنا لفتني الاسم يعني فكر بغيرك، كثير حبيت الاسم. الاسم طلع من قصيدة استوحينا احنا من قصيدة محمود درويش فكر بغيرك، اللي هو اصلا كان يحكي فيها عن معاناة الفقير، كيف انت بدك تفطر تفكر بالفقير، انت دائما خليك مشغول، احمل مسؤولية غيرك. تمام. هلا اول شيء يسعد صباحكم، نحب نوجه لكم شكر انكم اعطيتونا هيك المجال عشان نحكي عن مبادرتنا لنحقق رؤية جلالة الملك والملكة الله يحفظهم بأنه تمكين دور الشباب. طبعا هلأ الفكرة إجت أنه هي مبادرة شبابية بتستهدف فئة المحتاجين. تمام. لجمع التبرعات العينية. راح تكون إحرامات، مدافئ، ملابس. يعني هلأ أنتم شغالين أميرة على موضوع الشتاء، يعني كل الاحتياجات والمستلزمات اللي لازمة للعائلات. نعم. المحتاجة في فصل الشتاء. نعم. من إحرامات، صبات، ممكن كمان نقول في مصاري يعني كاش. ممكن في هلأ إذا في حدا بيحب يساعد في كاش يعني عادي، ممكن ما في أي مشكلة. ما في أي مشكلة. بلشتوا يعني تشتغلوا عليها ولا هي لسه ما زالت يعني طور التأسيس؟ لسه هلا احنا بنأسس فيها، بس حابين احنا هدفنا الأول انها تنتشر، بدنا اياها تكون بعدة جامعات حتى تكون أوسع، عشان احنا نساعد أكبر عدد ممكن من المحتاجين، يعني ما بدنا نحصرها في مكان معين أو في جامعتنا بس. هلا هي راح تنطلق من الجامعة الأردنية، راح احنا نخصص مكان في كل كلية أو كل مكان بنقدر ان نكون متواجدين فيه، راح نخصص مكان، راح نكون حلقة وصل بين المتبرع وبين الفقير عشان ننظم هاي العملية. أكيد بدها تنظيم. جزء هنا بيرجع الموضوع للتنسيق، يعني اليوم عم نحكي عن هاي المبادرة وانتم حابين انكم تطلعوا فيها من خارج أسوار الجامعة الأردنية ويكون في انتشار لها وتعاون مع الجامعات الأردنية الثانية، كيف راح يكون هذا الحكي حمزة؟ في البداية بدأت الفكرة مجموعة طلاب الجامعة الأردنية، كانت الحملة تقتصر على أنه حملة صغيرة للشتاء فقط. تم تواصل الطلاب معنا كقائمة عودة في الجامعة الأردنية، تم التنسيق وبلورت الفكرة لتخرج من نطاق حملة صغيرة للشتاء لتصبح نهج مجتمع، فكرة نحاول ننشرها في كل مكان بالأردن. فكرة التفكير بالغير، تم التنسيق مع عدد من أساتذتنا الأفاضل بالجامعة الأردنية للتواصل مع المجتمع المحلي، مع الجامعه، مع اداره الجامعه، مع وزاره التنميه، مع النقابات المهنيه. ابتداء من غد، من يوم الاحد، راح نبلش نوجه كتب رسميه للجامعات الثانيه وللمجتمع المحلي تتعاونوا معاكم بهالمبادره. رح تكون مبادره على خلينا نقول بالمجمل يعني على كل الجامعات في كل مكان باذن الله، راح تكون وراح تكون بس في الجامعات، راح تكون في المجتمع المحلي، راح نحاول نشتكي الشباب بالمجتمع. تمام. يعني مش بس راح تقتصر على طلاب الجامعات، لا يعني ما راح اليوم تقتصر. اللي بده يكون متطوع بهاي المبادره باي حدا بحب يشارك طبعا اي حدا بيقدر يشارك معنا. عادي ما في اي مشكله. طب هلا اليوم يعني على اي اساس بيتم اختيار الاشخاص اللي انتم حابينكم يعني تساعدوهم او تمدوا لهم يد العون طبعا كشوفات الاسماء وكلها راح تكون عن طريق الناس المختصين وباشراف دكاتره من عندنا بالجامعه، يعني مختصين بالعمل المجتمعي. التدقيق والاشراف راح يكون عن طريقهم. بس احنا هلا يعني حابين انه تكون التبرعات نوزعها لمخيم او نختار مخيم او نختار قريه ونوزعها، بس لسه يعني لحد الان ما تم تحديد المكان اللي احنا راح نوزع عليه التبرعات. تمام. طب انا اليوم يعني كمواطنه او ربة بيت قاعده اليوم في البيت، حابه اني اجي واتطوع او خلينا اقول اتبرع للمبادرة، كيف بده يصير يعني وسيلة الاتصال مع المبادرة فكر بغيرك، كيف بده تصير؟ تمام. تم امبارح مساء عمل ايفنت على الفيسبوك بنفس اسم المبادرة، لم يتم تحديد اي مكان او اي وقت،
احنا مفكرين انه خلال الاسبوع القادم نتوجه بكتب، نتوجه للمجتمع المحلي، نتوجه للنقابات المهنيه، نتوجه لاكثر من مكان بخطابات لوزاره التنميه اللي يسهلون عمليه تجمع التبرعات، يساعدونا. وراح نبلش نحدد اماكن ابتداء من الاحد مش القادم اللي بعده 3/12. يعني بتخيل ان شاء الله كمان يعني اليوم من خلال شاشه التلفزيون الاردني يكون صوتكم مسموع وهالمبادره توصل للكل، يعني كمان هاي المنصه الاولى يعني جايه من عنا من هون من هي المنصه نعمل. الاولى احنا اللي انطلقنا منها من عندكم. يعني احنا هون صوتنا اللي راح يوصل، يعني بنتمنى انها تكون حمله زي ما احنا بدنا وزي ما احنا مفكرين انها توصل للكل ونساعد كثير ناس محتاجه بهذا. بس بدنا نمشي على فصل الشتاء، يعني المبادره هلا هي مثلا تعنى فقط في فصل الشتاء ولا لا بتكون بتكملوا؟ الفكره كانت صغيره كحمله للشتاء بس تم بلورتها وصياغتها وبمساعده دكاترتنا وبتوجيههم انها تكون اكبر، تكون نهج مجتمع، تكون مش بس لفصل الشتاء. عليها لمنهج حياه في يعني في بعض الجمعيات خلينا نقول مش بس بتهتم بانها يعني تلم تبرعات او تشوف شو الامور اللي محتاجينها العائلات الفقيره ويساعدوها، لا بالعكس ممكن يامنوا لهم وظيفه، ممكن يشوفوا مثلا اذا في حدا عنده اعاقه نوعا ما او كذا ومش قادرين مثلا انهم هذا الشيء مش قادر انه يصرف على حاله ممكن يوفروا له. هذا الشيء بيرجع هي من هون بلشت الفكره كانت انه مش بس حمله للشتاء، احنا بدنا ننشر ثقافه في المجتمع، ثقافه التفكير بالغير كل شيء. يا قصدي ابتداء من تطلعوا بالفكره، يعني مش بس هلا حسب المساعده يعني محصوره بلم التبرعات الماليه. طبعا طبعا راح تكون حسب التعاون، يعني اذا تعاونوا معنا مؤسسات المجتمع المدني كيف راح يكونوا متعاونين معنا اكيد راح نطورها. يعني بالعكس هذا شيء احسن واحسن. تمام، انا يعني بدي ادعي لكم انه هيك الله يوفقكم ان شاء الله وتكبر وتكمل فعلا هاي المبادره. مبادره تفكر بغيرك هي مبادره جدا مهمه، بلشت اليوم خلينا نقول او تبلش من بكره ان شاء الله بالتعاون يعني الجامعه الاردنيه، مجموعه من الطلاب والطالبات حبوا انهم يعملوا عمل الخير، انهم يلموا تبرعات ومحتاجين للدعم، محتاجين اليوم لانه يكونوا مشاركين كل الطلاب بكل الجامعات الاردنيه من مختلف المحافظات. مره ثانيه شكرا لكم ميرا وحمزه على وجودكم معنا، واكيد مشاهدينا رح بنكمل فقراتنا، خليكم معنا فاصل وبنرجع.